السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم الزعابي مدير عام منتديات المملكة ماستر. هذه المرة جايب لكم شرح فيديو How to remove the IHC step 1، كيف تشيل مبردات البلاي ستيشن 3 بأسهل وأضمن طريقة. لازم تسخر عليها بالهيت جن على درجة حرارة 180 أو 200 سيليس ديجريز، تستخدم هيت جن محترم وتسخن المذر بورد اللي عندي هذا سلم، وتسخن هني تسخن لحد ما تشوف انه حار، وبعد ذلك راح اعلمك الطريقة الصحيحة. خلونا اسخن وبخبرك ايش تسوي. لازم يكون عندك هذه الاداة، لازم تشتريها من صفحات الانترنت. This tool will not work to the next box clamp. ما راح تنجح، راح تنجح هذه التول، هذه الأداة. ايش الفكرة؟ راح اشيل من الجانب كذا، ادخله من الجهة هذه وارفع من جهة واحدة، just from one side then I go to the other side like this up، بعدين مني فوق كذا فوق كذا فوق كذا لحد ما اسمع انه راح انخلع من الرامات الاثنين اللي فوق هذه لا. بعد ذلك بعد ما ينخلع الرامات هذه الاثنين ادخل كذا واخلع وراح ينخلع من الرامات الثانية. تسخن على الحديدة بالكامل وتسخن على الكورنرات، الكورنرات ركز على الكورنرات اكثر شيء، خليه يسخن لحد ما تشوف انت ساخن كثير ما تقدر تلمسه. خلاص كذا حار حار، الحين بخلي قماش او قفاز وبشيل كذا من الجانب، بعدين كذا شوي شوي. حاول انك if it didn't work you have to heat again and again. ايوه وهذا مثل ما انتم شايفين. ايش رايكم؟ ابداع. على فكره صعب الفك هذا. ننتقل للمعالج الثاني، المعالج الثاني انا تكلمت عنه سابقا. You need this tool. I will give you a link of video on how to create this tool. Don't use this side. Otherwise you will damage the CPU. لا تستخدم هذه الجهة، استخدم الجهة اللي فيها كذا شكل كورنر أو الحافة، ولازم تشحذها وتشحذ، لازم يكون عندك ماكينة شحذ، وتستخدم بعدين مبرد وتنظف، وراح نفك هذه الحديدة إن شاء الله. راح أعطيك فيديو لينك كيف تصنع how to create one of these. I will give you a link. لازم تشوف الفيديو الرابط الثاني. سابقا انا شرحت كيف تصنع هذه الاداة وكيف تشحذها. اذا خربت السي بي يو خلاص رميها بالزبالة، ما راح تصلح. الحين انا بس انعم الحواف. I'll just sharp the edges and clean it. لازم يكون عندك هذه الأدوات، لا تحاول تستخدم أداة ثانية لأنك راح تخرب المعالج وراح تخدش المعالج. Straight. You have to go straight. لازم تكون بشكل مستقيم. بسم الله. شوف. دخلت الحديدة. I always clean and sharp this tool from time to time. لازم انت تشوف الفيديو اللي انا عملته كيف تصنع هذه الحديدة.
في بعض الأخوة تواصلوا معنا على أساس أن بيقولوا أن هذا الفيديو فخ، وأنا خربت جهازي وأنا شفتك أنت. لا، فرق بيني أنا وبينك أنت، فرق. لا تشوف الإيدي أنا وتقول والله الشغلة بسيطة. مش بسيطة، بس لأن أنا متعود على هذه الشغلة. It is difficult to remove this without removing this. So be careful. If you go like this, you will cut the traces. صعب انك تشيل الحديد هذه، لازم تشيل هذا الحديد اول شيء. اذا حاولت تشيل الحديد السي بي يو، ممكن انت تقطع التوصيلات وتخرب السي بي يو. شوفني ما رضى يدخل، خليه يولي. بجي مني. ايوه شوف، بروحني شوي 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 كذا شوي شوي. ايوه في مكان ماسك، استخدم فلين، قاعدة فلين محترمة كذا. اوب، الحمد لله ما في اي تريسز مقطوع. شايف كل شيء اوكي. If you find it very difficult to remove the CPU, I'll give you another solution. Just use WD-40 مضاد للصدى. استخدم مضاد للصدى WD-40 واعطيه شوي رشة خفيفة على الحديدة، وحاول انك تدخلها شوي شوي، وراح تحصل حديدة انها على طول تنزلق، وبكذا انت ما راح تخرب السي بي يو. على فكرة ما راح يضر، هذا ما راح يضر المذر بورد، بس استخدم القليل، يعني الشيء البسيط. العموم، معاكم اخوكم زعابي، اتمنى ان افدتكم بهذا الشرح، اتمنى اراكم واتمنى مشاركاتكم، وتحياتي لابو خالد زميلي في السعودية. دائما لازم اذكر اسم هذا الشخص في مقاطع الفيديو، شخص عزيز علي كثير. معكم اخوكم الزعابي من سلطنة عمان، مدير عام منتديات ملوكة ماستر. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.